أحسن الله إليكم، تقول هذه السائلة: ما الحكم في من ذهبت لأداء فريضة العمرة وفي الميقات وقبل الإحرام جاءتها الدورة الشهرية فأحرمت ولبت بالعمرة وذهبت إلى مكة وجلست أيام ولم تطهر ورجعت إلى مدينتها ولم تعتمر، علما بأنها في الميقات سألت الوالدة فقالت لها: أألبس؟ فقالت: نعم. فلبت بالعمرة وهي لا تعلم الحكم، ماذا يلزمها الآن؟ يلزمها الآن أنها باقية في إحرامها، فتتجنب محظورات الإحرام وترجع إلى مكة وتؤدي العمرة التي أحرمت بها، وذلك بأن تطوف وتسعى وتقصر من شامل رأسها ثم تتحلل من العمرة لأنها ما زالت في الإحرام وهي في بلدها. نعم.